تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. بعد غياب دام 28 يوم او 30 يوم، طلع علينا مرتضى منصور بفيديو من فيديوهاته العنتريه بعد يعني انقطاع دام شهر تقريبا ما بيخرجش فيه ولا بيتكلم بصفه مستمره، علشان ياخدك ويجرجرك ليه بص العصفوره يا فندم، بص العصفوره يا باشا، حط 1000 شماعه على كل المصايب والكوارث اللي بتحصل في نادي الزمالك، ارمي الشرفاء بالباطل، قول ان فلان قال لي كذا وفلان ساومني بكذا وفلان عمل كذا علشان انا اتنازل وابقى يعني مطيع للاوامر. لا بس انا حاشا لله وكلا، انا راسي مرفوعه، ده انا اسد، خرجت دخلت اسد وطلعت اسد بشرطه، معرفش ايه اسد بشرطه دي، ولكن هو قالها في الفيديو بتاعه. انا هقول لكم ملخص التصريحات اللي قالها مرتضى منصور، وهنطلع نسمع مرتضى منصور قال ايه، وهترجعوا لي تاني عشان الرد اللي انا هقوله على مرتضى منصور رد قوي وناري، وممكن ما يكونش، انا ما سمعتش اخواتنا او زملائنا في اليوتيوب ردوا على مرتضى قال ايه، لان انا يعني بحاول ان انا ما قلتش حد، ما اخدش اي جمله من اي شخص واقولها عندي في الفيديو عشان محدش يقول ان انا باخد فلان كلمه من علان او كلمه من فلان، لا انا بقول لك الكلمه طالعه من جوايا بناء على حاجات مرتضى منصور عملها وقالها موجوده في ذاكرتي وموجوده على قناتي. اول حاجه مرتضى منصور قال ايه؟ شفت في سجن وادي النطرون 6 سجون ما شفتهمش في امريكا ولا انجلترا ولا المانيا، شيء مبهر بصراحه، انا شفت بنفسي معامله محترمه مع كل الناس، كان معايا كفار قريش واخوان مسلمين وبتوع داعش، انا ما اتعاملتش معامله خاصه، بالعكس انا اتعاملت معامله عادي، ولكن السجون اتطورت وبقى شكلها يفرح عن زمان. دي نقطه. النقطه الثانيه قال ساوموني على حريتي من السجن قصاد 3 حاجات اعملهم، تقسيط غرامه كهرباء، قلت لهم على جثتي، انسى قضيه نادي القرن، وقررت ارجع اللافتات تاني بعد ما كانت اتشالت، اني اعتذر لاخويا محمود الخطيب، ومعركتي مع الخطيب بدات من دلوقتي، ورفضت الاعتذار، لو انطبقت السماء على الارض انا مش هعتذر للخطيب. قال كمان جمهور الزمالك زعلان ليه؟ مش فاهم ليه زعلان يا جمهور الزمالك، هو الخطيب اخد دوري؟ لا لسه. طب اخد افريقيا؟ لا لسه. طب اخد كاس؟ لا لسه. طيب البطوله العربيه؟ لا ما شاركش فيها. طيب وبطوله كاس الرابطه؟ لا برضه ما شاركش. الاهلي ما خدش اي بطوله، انتوا زعلانين ليه؟ تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى منصور، وتعالوا لي هنعلق على ال3 جزئيات اللي اتكلم فيهم رد، يعني اتمنى اي واحد زملكاوي يطلع يقول لي انت عندك حق او مرتضى عنده حق. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى قال ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. شيء طبعا نمره واحد، يمكن انا بعمل وزير الداخليه برجالته، يعني انا شفت في وادي المطرون 6 سجون انا مش شفتهمش في امريكا بصراحه، مستشفى على اعلى مستوى، سيبك كمان من الحجر، اهم حاجه اللي هو المبنى، يعني الادوات اللي موجوده، احدث اجهزه، بيعملوا عمليات قلب مفتوح، لا حاجه يعني شيء ممكن بصراحه، وانا مش فاهم ليه ده ما بي يعني سيدنا احمد موسى اللي بيذيع الكلام محدش بيصدقه، يعني لما احمد موسى الواد احمد لما بيقول الكلام ده يا سياده الوزير اصلا محدش بيصدقه، يقول لك ده الدوله دي بتهجص، لا انا شفت نفسي يعني او شفت طبعا مش انا بس بصراحه، معامله محترمه مع كل الناس، اطباء على اعلى مستوى، مساعد الوزير هناك راجل محترم جدا معاه مساعدين، المباحث اللي هناك ناس، وهناك طبعا كان معايا اخوان مسلمين وكفار قريش ومعايا بتوع لاعب يعني كل البلد. لكن انا طبعا انا ما بتعملش معامله خاصه على فكره. بالعكس انا المفروض طبقا لقانون السجون وقانون الاجراءات انا انفذ في مستشفى مثلا عجوزه معالي اي مستشفى. لكن هو طبعا خوفا من الناس اللي هتتجمع طبعا دي تقرير انه لو في مكان في جوه البلد مرتضى ليه انصار بالملايين. فهم حتى قالوا لي هنروح وادي النطرون هيبقى بين اسكندريه وبين القاهره واللي يحاول يوصل لغايه بتلت خير يعني. فانا ما بشكرش عشان هم عاملين معامله خاصه، بالعكس انا بتعامل معامله زي كل الناس،
فانا كان لازم اشكره واشكر رجالته كلهم بيتعاملوا مع الناس بمنتهى الادب والاحترام، فده كان لازم رقم واحد انك بتشكر الناس اللي كانوا مستضيفيني. وطبعا النيابه العامه كان لها مواقف هقولها من النائب العام، لدرجه ان انا المفروض اطلع النهارده، السيد رئيس النيابه كان رافض اطلع للاسف من غير سبب كده، يعني اول شهر يوم 25 اطلع 25 رافض الراجل، ولولا طبعا يعني اتقال بالك فيها كده، عشان مش هقول برضو ان انا عندي قضيه واحده مبالغ فيها، انا اللي اروح المحكمه يحاول لي انا المحكمه مش مشكله. طب القضيه متاجله شهرين، تعلمني قبل ما اطلع في السجن، طب ما تعلمني في بيت ما اطلع. ف ان شاء الله باذن الله المره كلها عندي مؤتمر صحفي باذن الله يوم الخميس. انا رايح النادي طبعا، الناس كلها عماله تيجي دلوقتي مش قادر اخرج من ساعه ما جيت، وعايز اقول طبعا الحمد لله الحمد لله. انا مش بس دخلت اسد وطلعت اسد، لا انا دخلت اسد وطلعت اسد بشرطه. انا داخل الضغط بتاع 188 من اللي كان في نادي الزمالك والجماهير والكلام ده والاخفاقات على 112، الحمد لله انا طالع الحمد لله. يعني الناس ماشيه مشكور جدا، لان الاهتمام بالصحه هناك مهم جدا جدا جدا. فهنيئا يا سيادتي الله يرحمه التوفيق مش مجاملك برجالتك باللي انت عامله. وانا عرفت وانا هناك انه في بدر اتعمل 21 رمضان. وبعدين بقى الحاجه اللي مش طبيعيه، انا عايز رئيس الجمهوريه يفتتح المشروع. هم بيقول لك ايه بقى؟ بس هو لو افتتح لاحمد موسى الناس اقول له ايه؟ ده بيتوسع في السجون. السجون القديمه كسروها خلاص، يعني ما عادش في سجن استقبال ولا سجن مزرعه ولا سجن حضره، يعني الراجل مش بيتوسع، الراجل شال القديم لان معامله المسجون، مش بقول كده دلوقتي لان انت رئيس نيابه ورئيس محكمه ويا زرت السجون، معامله المسجون اهم في الرعايه من معامله المواطن اللي بره. المواطن اللي بره تبقى زورته موجوده اولاده ورعايه تطمن عليهم، لكن في السجن الاول يا صور. فمعمول شيء زي ما الفريق كامل عامل شبكه طرق ومواصلات غير طبيعيه. بصراحه انا ما شفتش لا في امريكا ولا في المانيا ولا في فرنسا سجون بهذا المحتوى. انا بس اللي مزعلني حاجه واحده، انه وزير العدل المحترم عمر بيه مروان لما كنت عايز اشتكي له من كل اللي هيحصل ده، تاني من كل اللي هيحصل ده بالمستندات والخريطه كلها كانت عندي تمام، فقال لي انا ما قابلتش مطاط عشان الحرج، وقفل دور الثمانيه الاساسيين ما يطلعش فيهم فيه. انا بسال سيادته، اليس من الحرج اللي تعمل مداخله مع احمد موسى لمده ساعه وبيني وبينه ثلاث قضايا؟ ده مش حرج؟ عايز رد معالي النائب العام يا محترم، هل من الحرج ان احمد موسى يطلع في التلفزيون يقول سياده المستشار حماده بيه الصاوي النائب العام صديق لكل الصحفيين وانا منهم؟ هو منهم يعني؟ طب اللي بينه وبينه قضايا؟ فانا عايزين بقى، ما هو دلوقتي هو فيه ايه؟ ما هو لازم حضرتك بتعمل بيانات في اي شيء بتشوف ان هو فيه تجاوز. احمد موسى طلع كده قال له على فكره النائب العام صديقنا وصديق كل الصحفيين، لا ما ينفعش، لازم من ساعه النائب العام يرد على الكلام الفارغ اللي قاله ده، قال بيقول كلام فارغ. طب انا بيني وبين قضايا، في حرج ولا ما فيش؟ وزير العدل، وبعدين سياده وزير العدل، طب انا باخدها هزار يعني، والله العظيم ما فيش عمل موتي اتهزت، واقسم بالله العظيم كنت بحط راسي على دماغي على المخده بنام. غير بقى اللي لفق لي ما بينامش، عارفين ليه؟ حساب الدنيا وحساب الاخر. اوعى تفتكروا قضيه الملف ده هتقفل، الملف ده اصبح من حقي دلوقتي ان انا اقول الحكم مش محكمه نقد فوق دماغي، والله فوق دماغي. هذول ما تكلمش عن محكمه القضاء ولا اتكلم فوق دماغي، بس نفس محكمه النقد مطلع حكم على نفس الموضوع ببراءه. اشمعنى النقد لما طلع براءتي حكم نهائي وبات محدش بيتكلم، ولما اي شهر الكل هايص، مش كل طبعا شهر مصر الحمد لله. فالمهم الوزير بيقول احمد موسى ايه؟ طبعا السجون ده اسمها الاصلاح والتهذيب، يعني اصلاح وايه؟ والتعيين مش كده؟ فالسيد الوزير بيقول له ايه؟ احنا يعني بيطلع مواطن صالح. طب انا يا سياده الوزير ما صلحتش اعمل ايه؟ ارجع تاني اصلح؟ طب انا كنت اقول لك ايه؟ انا سنه 2007 كنت في اللبنان، اقول دلوقتي انا كنت في الصحيه. ف وبعدين قال بقى احنا بنعلمه مهنه ولما يطلع يندمج في المجتمع. سياده الوزير انا اكبر محامي في مصر والعالم العربي، مش بكل فخر مين اللي انا واندمج ايه؟ اذا كنت انا بكسب انتخابات مجلس الامام من سنه 90 ايام كانت امام عثمان بتزور لغايه الانتخابات الاخيره اللي زوروها، اندمج ازاي في المجتمع مع رئيس اكبر نادي في مصر؟ مع احترامي طبعا للنادي الاهلي، وانا ما عنديش معركه مع النادي الاهلي، انا عندي معركه مع محمود الخطيب بدات خلاص تاني بدات. وهوريكم بقى يا جمهور الزمالك اللي بعد فيكم عامل نفس الجمهور اللي خد بيه ادبه في المدرجات، يقول لك احنا مالنا؟ لا انا اتسولت بين حريتي او حبسي او ثلاث حاجات، رسائل رسميه عندي على التليفون. نمره واحد اقصر في الكهرباء خمس سنين، كنت على
فلوستي مش فلوسي. نمرة اثنين، انسى قضية نادي القرن، ولو رحتوا حوالين النادي هتلاقوا شايلين اللفط كلها، ممكن نرجع اللفط تاني. نمرة ثلاثة، اعمل اعتذار لاخويا محمود، اقول كلمة حرف كده لاخويا محمود، انا ما كنتش فاهم وفهم، انت على راسي، انا مش عايز اعمل حاجة عشان عيب الناس تشوف المحترمة يعني. فانا قلت كلمتين ولا في سري اقول ده، وعايز اتحبس، وانا عارف اتحبست ازاي، ومحمود عارف ان انا اتحبست ازاي، تمام، ومش هسيب حقي. والحكم اللي صدر بالشهر ده اللي اتأيد اصبح من حالي انا وكل فقهاء القانون وزاده القانون ودارسين الحقوق والمحامين انهم شرحوه. ليه؟ لان الممنوع القاضي في دماغي ما اقدرش اتكلم عنه، الممنوع انك انت تتكلم عن قضيه قدام قاضي لسه منظوره حتى يتاثر، القضيه خلاص مش منظور، فمن حقي بقى اقول الحكم ده غلط في كذا وغلط في كذا وغير مبادئ كذا وغير مبادئ كذا. دي المحكمه اللي هنا، انا وانتم قدام المحكمه يوم القيامه ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يستدعيكم كلكم كلكم، عمرو على خالد على احمد على فلان على كله هيستدعى. ايه اللي تعملتوا معاه؟ اصل مفيش اصل، ويوم ما يجي القبر يتقفل هيبدا الحساب، هو ده ما تفرقش. اما بالنسبه لي اجي استريحت من البيت شويه من النوم، ضغطي نازل، السكر انظبط، تمام، زي ما قلت، وبعت رساله لاحمد والامير، والعربيه داخله مبنى السجن، اوعوا حد يطلع عليكم تعتذروا لمحمود الخطيب لو سامحوا ثلاث اربعات، وانا محمود واقف اهو بقول لك المعركه بدات، وما اعتذرلكش عشان ما اعتذرلكش عشان ما كنتش. ويوم المؤتمر اقول لهم اقول لكم غلطت في ايه؟ وعيلته غلطت في ايه؟ والدلاليل عنده غلطوا في ايه؟ وان شاء الله هنعلن الجهاز باذن الله في المؤتمر الجمعه الساعه 10 بدا كل السوشيال ميديا الزملكاويه المحترمين اتفضلوا وشرفونا في صاله محمد حسن حلمي الساعه 10 ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله. وكل صحفي طبعا لانه في حاجات هتتقال، الشعر الاسود في شعر ابيض، لانه من 2020 في حاجه غلط، وعندي مكالمه المسجله من اخت المسؤول اللي قالت لي خلي بالك هتسقط في الانتخابات بالتزوير، قلت له محدش عارف يكسبني في النظام، قالت لي هتسقط وهيعزلوك من نادي الزمالك، ما عنديش حاجه غلط قال لي هيعزلوك، وبعدين قالت لي ايه؟ وهيحبسوني، حتى البوست اللي انا نزلته وانا داخل كتبت ايه؟ لا الحبس اتاخر شويه. طب مين اللي طب مين شعبه مصر كله؟ الموضوع بقى شعبي الزمالك، الموضوع بقى اخطر من كده بكتير بكتير بكتير، وانا مكمل مش هتغير، انا مكمل ما دام معاك ربنا. اقسم بالله العظيم الفتره اللي انا قعدتها شهري دوت من اول ما دخلت وانا قلت بهيئ نفسي، انا في الفول سيزون، انا في الشيراتون، بهيئ انا طبعا مش كنت فوز ده بس اقول لك في الفول سيزون والشيراتون، بس بهيئ نفسي كنت بطلب ربنا حاجتين بس، الصبر والثبات، وربنا صبرني وثبتني وادعم ودعيت لي عليهم كلهم كلهم، واخد بالك اللي بالي بالك كلهم، وعار على الزملكاويه اللي رئيس النادي الاهلي زي ما بيقول حبسه بالاتفاق ها وعزله وجايب رئيس على مزاجه زي ما حصل المره اللي فاتت، زي ما حصل المره اللي فاتت لما اتحل المجلس 29 والبيه جاب كل اللجنه وقال لهم خلوا الخطيب قال له قلت لك لجنه على مزاجك ومش هترك ومش هترك مؤتمر باذن الله يوم الجمعه في المؤتمر، بس انا حرصت اني اشكر الناس طبعا لان ما ينفعش بعد يومين ثلاثه اربعه اشكر تمام وما عملنيش معاهم مخصم، بالعكس المكان ما كانش هناك، المكان كان في مستشفى خاص لا تدخل القانون، ومع ذلك انا اتحملت تمام وان شاء الله باذن الله ربنا يوفق بلدنا، وما ينفعش ريبورت الزمالك اللي بيحصل دلوقتي هنجيب مدرب محترم واللعيب اللي مش على المستوى هيمشي ما تقلقوش يعني ان شاء الله وقت الوقت هيعدى، وفي نفس الوقت انت زعلان من ايه؟ هو محمود خطيب خد الدوري؟ لا. خد الكاس ده لسه؟ طب خد افريقيا؟ لا. طيب خد السوبر لسه؟ طب خد البطوله العربيه؟ لا ما فيش فيها. طب خد كاس الافضل ما دخلش؟ ايه البطوله اللي خدها السنه دي؟ هو بقى حر طريق وصرف ملايين مش كده؟ ما يزعلوش. شكرا. الجزئية الأولى الخاصة بسجن وادي النطرون والسجون اللي على أعلى مستوى اللي مفيش منها في أمريكا ولا في أوروبا ولا في ما هو في سجون فايف ستار، يعني السجن اللي بيتواجد فيه رئيس جمهورية غير السجن اللي بيتواجد فيه واحد حرامي ممسوك وهو سارق بطاقة ولا سارق محفظة فشيء طبيعي، أو سارق مثلا شقة ولا كسر له محل مش هيحطه ده مع ده، بس هو كسب كسبة كبيرة كبيرة. اي واحد محامي هيفلتر كلامه ويقول له ان انت ما بتقولش الحقيقه، ليه؟ لان في
في السجون ما بيجيبش واحد قتال قتله محكوم عليه بالاعدام مثلا او واخده 25 سنه سجن بيسجنه مع شخص مثلا الشخص ده مثلا شتم واحد او خبط واحد بعربيه او عمل مخالفه مرور او اتخانق مع ضابط مرور او ما شابه. في تصنيف للمساجين اللي عامل جنحه غير اللي عامل جنايه. يعني شوفوا الكيد وصل لغايه فين. هو راجل اصلا الشتيمه دي جنحه فما بيتسجنش اصلا مع الناس الجنايات. ولكن مرتضى منصور استاذ في الكذب واستاذ في لي الحقائق يعني ياخدك ويوديك يا باشا. بس الكلام اللي انا بقوله ده كلام قانون. بتاع الجنحه ما بيتسجنش مع بتاع الجنايه خالص. وانا عايز اي محامي عندنا في القناه يقول لي الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا غلط. اذا الكلام اللي بيقوله ده هو ان اتسجن مع الاخوان ومع داعش ومع مش ده كل ده اونطه. ومرتضى منصور كان في المستشفى عشان تبقوا عارفين بس ونجيب من الاخر. مرتضى منصور كان اقامته في مستشفى وادعى ان هو عنده ضغط عالي وضغط واطي. والدليل على الكلام اللي انا بقوله لك ان هو اتكلم على الضغط ان ضغطه اتظبط وصبه والدنيا عنده بقت تمام. دي الجزئيه الاولى. قالك الجزئيه الثانيه بقى ايه؟ قالك ساوموني على حريتي. يعني قالوا لي قدامك ثلاث شروط توافق عليهم خرجك بره الحجز. ايه بقى الشروط؟ تقسيط غرامه كهرباء. قلت لهم على جثتي. طب ايه رايك يا استاذ مرتضى منصور انت على قناه الزمالك بلسانك والاهلاويه اللي قاعدين معايا ولو في واحد زملكاوي بيتفرج عليا هيقول لي انت عندك حق. انت بلسانك قلت انا مستعد اقسط غرامه كهرباء. كابتن خطيب يرفع سماعه التليفون ويكلمني وانا اقسط غرامه كهرباء. يعني انت اصلا اللي عرضت على الخطيب ان يتم تقسيط غرامه كهرباء. انت بلسانك يعني مش حد غريب. ثم اتقسطت ولا اتدفعت مره واحده. اصلا اللاعب او النادي الاهلي حاطط مبلغ بالدولار في حساب جاري لكهرباء بدولاري بيزيد مع الدولار. الدولار يزيد البتاع يزيد. عشان بس ايه نخلص من موضوع كهرباء. انت بلسانك قلت انا مستعد كابتن خطيب يتصل بيا وانا اقسط كهرباء. انت اللي قلت بلسانك على قناه نادي الزمالك. لولا بس مساحه الفيديو ما تطولش انا كنت جبت لك التصريحات بتاعتك على قناتنا يعني من قناتنا احنا. لان احنا كل فيديو مرتضى منصور مسجلينه عندنا مكتبه شامله وكامله لكل فيديوهات مرتضى منصور. قال لك سوبوني انسى قضيه نادي القرن. يا راجل نادي القرن ايه ده؟ احنا كجمهور بنطالبك تروح على الفيفا وتشتكي النادي الاهلي. بنطلب بنقول لك روح للكاف واشتكي النادي الاهلي ان هو خد بطوله مش من حقه. شوف هناك هيقولوا لك ايه. يا راجل ده هنا وريده اتصل بيك قال لك شيل شعار الكاف من على اليوفط. ده انت كده هتودي نفسك في داهيه وتودي النادي في داهيه. جريت شلت اليوفط شلت الاشعار ورحت حطيت البتاع. احلى حاجه ان النادي الاهلي رفع عليه قضيه ب 150 مليون وحتى الان لم ينظر فيها. حتى الان تاجيل في تاجيل في تاجيل. لو انت جدع صح و100 100 علق اليوفط تاني. انت بتقول انها اتشالت وهعلق. لا علق علقها لو انت راجل علقها. قال لك اني اعتذر لمحمود الخطيب. قلت لهم دي على جثتي ومعركتي بدات مع محمود الخطيب. انا عايز اقول لك على حاجه ان انت سقت طوب الارض على كابتن الخطيب. بعت اشرف صبحي وكابتن الخطيب رفض. فاكرين يوم ما اشرف صبحي راح ليه كابتن الخطيب في بيته؟ ما كانش عشان مباراة، ده كان رايح علشان يقول له عشان خاطر يصطلح مع مرتضى منصور، وهو كان عايز يجي لك وانا عايزه يجي لك، قال له لا. بعت له كامل الوزير، وكامل الوزير طلع في مداخلة معه. وجبت لكم المداخلة برضو دي عندنا في القناة، طلع مع مجدي عبد الغني وقال المسامح كريم وكابتن خطيب قلبه كبير وان احنا نسامح ومرتضى عفوي وممكن يقول كلمة بس هو قلبه ابيض كل ده. وكابتن خطيب قال لا. يعني اذا الثلاث نقط اللي انت اتكلمت فيهم اللي هو الخاصين اول نقطه خاصه بتقسيط غرامه كهرباء انت اللي عرضت التقسيط. تاني نقطه موضوع نادي القرن لا احنا بنطالبك ان انت تعلق اليوفط تاني علشان تتغرم ويترفع عليك قضيه تاني. تاني حاجه اعتذار الكابتن خطيب انت سقت طوب الارض على الكابتن خطيب. والجزئيه الاولى بتاع داعش والاخوان وكفار قريش انت عامل جنحه. لكن الناس اللي بتعمل المسجونه دي مسجونه جنايات. ففي فرق بين الجنحه والجنايه. وانت اصلا كنت في مستشفى وقعدوك في مستشفى. فشغل التحوير ده يا استاذ مرتضى تقوله ايه في حواديت الف ليله وليله؟ تقول اه احنا في شهر رمضان صحيح. تمشي الف ليله وليله. قال لك بقى ايه يا جمهور الزمالك انت زعلان من ايه؟ انا مش فاهم.
هو الخطيب اخذ الدوري؟ لا لسه. طب افريقيا؟ لا لسه. طب الكاس؟ لا لسه. طب بطوله العربيه؟ لسه. لا ما شاركش. طب الكاس الرابطه؟ لا برضو ما شاركش. الاهلي ما خدش اي بطوله، زعلان ليه بقى؟ طب هو النادي، هو جماهير نادي الزمالك مالها ومال النادي الاهلي؟ جماهير نادي الزمالك عايزاك انت تاخد بطوله، ملهاش دعوه بغيرك. يعني كونك ان انت تضرب المثل بالنادي الاهلي، اذا النادي الاهلي افضل منك واعظم منك، صح؟ طيب هو النادي الاهلي مش غلبك في الدوري؟ مش غلبك في كاس مصر؟ هو النادي الاهلي مش حاصل على رابع كاس عالم؟ طب هو النادي الاهلي الموسم اللي فات اللي قبله مش واخد افريقيا مرتين؟ مش واخد سوبر افريقيا مرتين؟ مش رايح كاس عالم مرتين واخد تالت العالم؟ انت عملت ايه؟ انت خدت اتنين دوري بس، انت الدوري الاولاني ادول لحسين لبيبو يعني، واخد دوري وكاس بالاحتواء وبروتوكول عصام هنا وبالمنشطات، انت اللي قلت الكلام ده. ولكن في مقولة بتقول لك كدب متستف افضل من صدق متنعكش او متلخبط او متفرق. لما تقول الكذب مترصص كده وباسلوب راقي وباسلوب محترم تدخله في دماغ المتلقي ويصدقك، لو انت كذاب هيصدقك لانك انت منسق في كلامك وظابط كلامك. لكن لما تقول صدق مثلا حاجه صادقه لكن متعكشه محدش هيصدقك. لكن اللي انت بتقوله ده كذب متنعكش، يعني حتى مش عارف تكذب. في كل النقط دي كلها انت مش عارف تكذب، ولكن طول ما في جماهير بتصدق، طول ما في اعلام بيطبل، طول ما في هزازين رؤوس بيهزوا، فانت هتفضل قاعد في مكانك وفي محلك. بمجرد ما طلعت من السجن كابتن خطيب عمل لك جنون، او المستشفى اللي انت كنت فيها. اول ما قلت، اول ما طلعت من السجن رحت قايل ايه؟ قلت اوعى يا خطيب تفتكر ان انا، ان انت سجنتني. لا يا حبيبي انت ما سجنتنيش، تبقى اهبل لو فاكر كده. وعلى الرغم ان اول بوست كتبه مرتضى منصور بعد القضيه وبعد الحكم قال لك لاول مره في التاريخ رئيس نادي الاهلي يقوم بسجن رئيس نادي الزمالك. ده انت اللي لسانك بقى اعترف. طب هو الخطيب سجنك ولا ما سجنكش؟ طب لو سجنك، لو سجنك قلت ليه ما سجنيش بمجرد ما طلعت من الاسم؟ وقلت ان يبقى اهبل لو قال كده، لو فاكر كده. طيب طب لو هو ما سجنكش طالع بتقول ليه معركتي معاه؟ هو انت عايز ايه؟ انا مش فاهم انت عايز ايه. هو انت بتزهقش يا عم؟ ده الزمالك طالع من كل البطولات، طالع من كل البطولات نادي الزمالك. هو مين دخل، مين دخل نادي الزمالك في ساحات المحاكم وقضايا عمله وقضايا مش عارف ايه وعيال وسمسره وعيال بتجيبها بملايين وبتبيعها بملايين بملايين؟ مين؟ مش انت، مش انت وامير. ولكن دي بقت الفقره الكوميديه اللي هتبقى ثابته معانا الفتره الجايه لغايه بقى ما مرتضى منصور بقى يتحبس تاني، يقعد يتمشى يحلوه. مرتضى منصور الناس بتقول مرتضى عمل، مرتضى وراح، مرتضى جه عشان هو رئيس نادي الزمالك. لكن مرتضى منصور لو اتعزل من نادي الزمالك وحطه رئيس تاني، عمر ما مرتضى منصور هيبقى له اهميه في الاعلام. هو احنا بنجيبه وبنرد عليه ليه؟ عشان هو قيمه كرئيس لنادي، يعني نادي الزمالك مش هقول نادي كبير، ولكن هو نادي يعني يعتبر التاني بعد النادي الاهلي. لان نادي الزمالك لو جيت قارنت بين عدد البطولات وعدد البطولات والانجازات لا جاب كبير. فالنادي الاهلي في مكان تاني وفي حته تانيه خالص غير اي الانديه موجوده في الشرق الاوسط مش في مصر. فاحنا بنقول لمرتضى منصور كمل طول ما انت ماشي في السكه دي والخناقات والمشاكل وبتاع وتلهي جماهيرك، عمر ما الزمالك هيشوف خير، والزمالك هيفضل واقع كده كتير طول ما مرتضى منصور موجود في نادي الزمالك. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي.